ما حكم المرأة التي تلبس اللباس الذي يلفت انتباه الرجال ويفتتن بهم؟ حرام عليها ذلك، وتكون من الكاسيات العاريات. قال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هذا وعيد شديد للتي تلبس ملابس لا تسترها، قصيرة ضيقة شفافة، أو تلبس ملابس قصيرة يظهر منها بعض أعضائها، أو ملابس جميلة فيها زينة تصرف الأنظار إليها، تدخل في النساء الكاسيات العاريات والعياذ بالله.